أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع إلى القرآن عند العمل بعمل آخر على الحاسب الآلي أو بأي عمل آخر؟ لا، إذا كان إنه منشغل عن القرآن، إذا كان منشغل عن القرآن فلا لا يفتح التسجيل إلا وهو مقبل عليه. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان يبي يستمع وينصت يفتح التسجيل، أما إذا كان منشغل عنه ولا يسمع إلا الصوت فقط ولا يتأمل في القرآن، هذا ما يستفيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.